ولهذا الجامع الأثر الكبير في تأجيج الحماسة في ثورة العشرين وعند جمهور من شعراء بغداد في ذلك العهد، أمثال الشاعر محمد الهاشمي وأخيه عبد الرزاق الهاشمي والسيد عيسى عبد القادر والد الدكتور المقرئ عيسى عبد الرزاق، وتولى الإمامة في المسجد الكثير من علماء بغداد، أمثال الشيخ محمود رشيد القصاب والشيخ عبد الرزاق حسين الأعظمي والمقرئ البغدادي الشهير الحافظ خليل إسماعيل. وجاء علماء أجلاء خطبوا في هذا المسجد، منها الشيخ عيسى السامرائي رحمه الله، رجل قد عمر بما يقارب 110 سنة وخطب في هذا المسجد المبارك، الشيخ عبد العزيز البدري والشيخ عبد السلام الكبيسي، توالى كذلك عدة قراء لقراءة القرآن في هذا الجامع المبارك، منها القارئ الحافظ خليل إسماعيل كان أحد قراء هذا الجامع المبارك، والمرحوم ملا مولود والشيخ ياسين العزاوي قد قرأوا قراءات جميلة في هذا الجامع المبارك.